السلام عليكم. Good evening and bonsoir. Good evening. Buona sera. كيما قلت لكم نسمع داك اسمو داك الدري جيروم ديال الارجنتين اللي كيتصل مع الشينوا. قلت لكم واحد يجيب لكم النميمة هو داك اللي في برلين. وفعلا داكشي اللي قال البارح دابا هذاك دابا هذاك الدري اللي في برلين دابا كان لاهي مع دنيا باطمة دابا غادي يتلاها مع دنيا فيلالي. وتقول شي كلمة قالها على البلاد اللي تعيش فيها. تقريبا 200 واحد مات الشراف ولا شي ماتوا في ألمانيا. وتقول كلمة قالها لا ترحم عليهم. شوف هاد القنس هذا تيعيش برلين بقى الأرض الوطن وهذا وتيحللنا باش يقول غير ترحم على دوك الناس اللي في البلاد اللي يعيش فيها اللي عاطيه اللجوء. فهمتي؟ وما قلت شي كلمة ملاهي ليا مع الدنيا دنيا الفلالي وتيحلل وقالك مع المؤمنين. اي 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 اشتي ايوا ايوا بعدا قالك قال لهم راه عندنا المشكل مع البوليس ديال الشينوا شي الفيزا شي ايوا زعما هاديك هونكوك ماشي هونكوك كان مزيان ملي كان فيها نقلزا دابا نمشيو مني من نقلزا خرجوا من لا ولات خطر مانيش دابا 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 هاد القاعدة اللي ولدتنا دابا دابا عندنا هاد الشناقة في أي حاجة دابا الشناقة غادي كاين الشناقة ديال الحوالة دابا غادي يحيدو الحوالة وغادي يجيو الشناقة ديال الأدوات المدرسية الكتب ولا شي تاني غادي يطلعو واش عباد الله هاد حنا بعدا منخلصوش كتشي في المدرسة فابور تعطيو للتلاميذ ولكن ملي تشري تشريه الخله الكولورا والستيلوات والمسطرات والكومباس وهذا كل شيء رخيص وفي المغرب غالي علاش لان الشناقه الشناقه راسي دير باز لكم كيفاش عايشين داك المغرب ولكن انتم ما تخلصوا الضريبه لا والو ايوا انتي كنتو تخلصوا الضرائب كل داكشي يولي رخيص ولكن ما تخلصوش الضرائب بحال دابا هاد الحوال هادو قول لي شي واحد فيهم هادو اللي تيبيعو الحوال واش يخلص الضريبة ها قالك يخلصو على الراس مي يدخل السوق ايوا شحال من كل دوك الكريوس اللي خلصتي عليهم شحال منهم مشاو للخزينة والو شوية يمشي للخزينة وشوية يديه داك اسمو الشاو شوية المخزنين ولا ما عرفتش ايوا يخربقو صاحبي
الناس دابا العيل والحرام زادوا 600 درهم بالحولي 600. وسيدي شويه ولا شي الحولي علاش الناس بكري كانوا واحد الناس عاود بكري يعني خلينا كانوا الناس يشري مسكين ما عندوش تيشري حولي صغيور وتيدير ليه داك اسمو البوق نتي وتعمل لك سبيكرز وتيطلقهم في الدار من الحويج يقول ما في البوق يسمع ما والناس يسحبوا عنده حولي كبير وما عنده والو عنده غير حولي صغيور ودير لي داكشي بكري هي ما تلحسقا ودابا لا خص الحولي ديالي يكون اكبر من الحولي ديالك ايوا اش تقول عندك ما تقول كاين دوك الشناقه وما كايناش المراقبه ودابا الحواله ملي يذبحوهم نهار تاني تيولوا زرقين ايوا انت ساكن في دار الفريجيدير ما عندكش الحولي كبر من الفريجيدير ايوا فين دير هاد الحولي هذا الحولي كاع الا كانت الدنيا بارده عندك ديك 24 ساعه باش يقطر من الدم يقولوا باللغه الانجليزيه هانغين هانغين تعلقوا بحكا باش هذاك لي ميسك يسترحوا ملي يسترحوا الدم تيخرج مع الحميه ضربوا تموس تغدروا تيموت الحولي تيموت مخدور بعد الحادق كاع ديك الاعصاب ديالك تكون مزيره وتيموت مسكين ايوا ملي تتنفخوا تتسلخوا شو خاصك تعلقوا واخا قلت تعلق خاصك تعلقوا وكي خاص تعلق في محل بارد ودا فين ما عندك والو لا اير كوندي مالك لا فرفاره لا والو غير تعلقوا تي هذا هو يقولوا غادي نحيد منو الدم وكي غادي يخنس انت يقولوا حق الحولي هذاك اسمو تياكل بزق وتيدكوا ليهم البرا باش يتنفخوا ايوا هادي سي بوسيبل ولكن هذاك المشكل ماشي ديالي المشكل ديال الخنوش هو اللي وزير الفلاحه يا وزير الفلاحه وكاك بغى يترشح تصور ليه مع الناس هو هاد اخنوش يحيد عليه هذاك بوسعيد يحيدو داك العالمي داك الشفا اللي كان وزير الرياضه يحيدو وداك مزوار يخلي بعيد وشكون داك اللي عينو زرقين تا هو اللي بعيد ويعمل شي واحد جداد شي شفاره جداد نيو فيسز ماشي مو الجروب لا لكن وجوه جديده هما اللي خصنا نشوفو بلا حنا نشوفو شفاره جداد اما الشفاره القدام ايوا راه شفروا ما حشموش اما دابا خص يجيب لنا شفاره جداد سي اخنوش بغيت دير لنا ديال بغيت ترشح في الانتخابات هادوك غادي يخرجوا عليك هادوك الشفاره هادوك واش واحد يقول عباد الله المداويخ وبيتربي يدير معاك في الفريق ديالك ديال الحكومه الجديده لا هادوك خصك تحيدهم بغينا وجوه جداد بغينا شفاره جداد بغينا الشفاره يكونوا جيعاني باش يشفروا باش لا شفروا حنا نتكلموا عليهم داكشي حنا بغينا شي واحد باش نتكلموا عليهم فهمتي كيما تكلمنا على العداله والتنميه بغينا نتكلموا عليك نتايا ثاني حنا ايوا بلا بيك نتايا بلا بيكم نتوما حنا ما غادي هذا البار غادي مابقاش فيه النميمه ولكن هذاك بوسعيد وهذاك العالمي وداك العلوي العالمي ولا جوج معلمين هذوك العالمي من العالمي واحد الشفار مخرج ضريبي واحد عمل تاكس افويدنس مع بوسعيد هو يسهل لي الامور باش بيع الشركه ديالو لساوث افريكا وضرب في هادي دابا هادو ما بغيناهمش السي اخنوش ما تدخلش هاد الكلاب ما تدخلهم لا اقول له وعيدو عمدي يعني ماشي سوقي كل واحد يقولك انت يا هذاك اسمو مداويخ وينوض لينا داك اسمو مخطوك مفتوك شنو داك المحامي اللي تكون مجمع مع الدريات في الصباح نقول لك السب والقذف سيدي حلا انت منين تقول لي السب تقدر تعمل بينا شكايه يا عندك الحق راه هادشي ما الحق هذا هو اليوتيوب دوك السب والقذف ممنوع ولكن انت يا كمحامي ولا ما تحققش بتكون هذاك الحمار اللي قال لنا حنا مداويخ وديك الشرموطه عندك حنان حطاب اللي قال لي عندها الشعر بيض القدام اللي قالت لنا قاطع وداك الاخر اللي قال لي بيبرك على القوال داك الداودي ولا شنو هذو كلهم هذو علاش ما حاكمتهمش وداك العروبي اللي بيدخل الحبس داك الخلفي ايوا هذو علاش ما حاكمتهم لان داكشي انا علاش انا في 1900 في 2018 حق الذكرى ديال هذه القناه
لو 16 سبتمبر انا الذكرى كنا درنا 3 سنين، 3 سنين ديال النميمه والتمرقيق، شو شحال دول بخدنا، ولكن ما كيف سبيل الله لان جود كوز فهمتي، لان هذاك هذا القناه باش تبدات، لان انا مش انا انا تشوف لي انا دائما دائما تنشرب، ولكن عمري ما كنت دايخ، ولكن ملي سمعت واحد الحمار وزير كان وزير الماليه يقول لي نحن مداويخ، ديك الساعه انا قلت له واش انايا يتهمني، يقول لي انا دايخ، واش انا دايخ، واش تشوف فيا دايخ، عمرك شتي دايخ؟ اه سقسي المروكي، المروكي شحال عام هو معايا، عمرو باش عندي مسكين ممكن ما دايخش، يقول لي لا لا انايا بابا، اما باش تقول لي انا كاين هذا، لان هادوك راه عندهم الحق يدعونا هنايا، اه عندهم الحق، اه ولكن ملاهين تيخونوا الفلوس باش يديوها لبنما. لو كانوا تيخدموا على المصلحة ديال المؤسسات ولا ديال البلاد، ينوضوا ياخذوا الفلوس من هذوك، ولا نمشيو ندعيو واحد في الميريكان، ولا ندعيو واحد في اسبانيا، ولا ندعيو واحد في هنايا بريطانيا، يجيو يدعونا، ولكن ما تبغوش يخسروا الفلوس، هذا هو المشكل، لان الفلوس تيخونوها وديوها لبنما، بحال دابا انايا تنعطيكم الفلوس ديال هذا الضريبه، الضريبه على هذا مداور، كل جغمة جغمة تنشربها وجغمة تخلص الضريبة، ولكن ما بغيش، لأن هذاك النيابة العامة واش يقول لي أنتم النيابة العامة، هذاك النيابة العامة يمشي يقول لي بغيت ندعي واحد يقول لي الوزير يقول لي أنت غاتطب الفلوس وحنا اش نشفرو، تيسكت وزيدون عندكم نقصان، ما كاينينش القودات، ما كاينينش هذوك الموظفين ديال كاتب الضبط وكاتب ديال الحق، ما كاينينش، لان هذاك القاري مسكين عليه دوسي تا هو شفرات ياخذ رشوه وما تيقدرش يتكلم، يتكلم يقول لي ندير واحد بينا لا 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 ديك ديك لا حدا موريتانيا، تيخاف مسكين، تيكون ولادو تيقراو وعندو عندو الكريدي ايموبيلي وعندو هذا، تيخاف تيبقى تيولي في الفساد، تيشري تيولي تا هو في الفساد. اما كو كانوا عندنا عندنا ماشي المحامين كاكاوكاو، ملي كون عندنا القضاة، القضاة موجودين، المحاكم موجودين، وكاين كاين الـ IT الكمبيوتر والانترنت كلشي موجود اليوم، غادي كل واحد يتكلم يدعيك، فهمتي؟ إيه ولكن تقول لي حقا ميا، لأنه كاينين موالين الماس دايرين فيكم خبلة، وما حيتوش لهم الماس، وعارف بلي تجوا عندنا حنا الخارج تحبسونا من الانترنت. حنا ما نقولوا والو، حنا تنكونوا هنا في هذا البار بعضياتنا تنتكلموا عليكم، لأنكم نتوما فاسدين، لأنكم فاسدين فاسدين، وما كاينش اللي غادي يراقب بحال دابا هذا مخطوق ولا مخروق ولا شنو هذا المحامي هذا، تنجم تصلي تعجبني، ولكن ما قالش بأنه هادو خصهم، if you want to lead you have to lead from the front and you have to be exemplary، خصك تعطينا مثال، ماشي ملي تشوف واحد ديال الحكومة واحد واش رشحنا ماشي رشحنا ما نعرف، ويدوز يسبنا، ايوا حنا نتعلموا منكم هاد 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 الكلام، هاد السبان نتعلموا من عندكم نتوما، نتوما اللي علمتونا، تخرج معنا العرض خرجوا معك حنا فوق العرض، فلهذا ملي نتوما تحترمونا ومابقاش تشفروا تخونوا مال الدولة، ها وتبيعوا المدارس وتبيعوا هذا وتبيعوا العقار وتبيعوا هذا وما تديروا حتى حاجة ما لا تبقى، ايوا الناس هذا يقول لك إذا رأيتم المنكر فليغيره بيدك ولا بلسانك ولا بشي، ولا سكر عليك، معليش، فلهذا السي اسمه ذاك المحامي مخطوخ الله يرحم باك، شوف باش قوتيها قلتي الضرائب، والضرائب خلصوها نتوما الأولين، قلنا لكم يو ماست ليد فروم ذا فرونت، خصك تبدا من القدام، نتوما قيدونا ملي نشوفكم تخلصوا الضرائب وكل شيء والشفافيه والزبونيه والترمويه، حنا غنتبعوكم، ولكن تقول لي اعطيهم الضريبه، انتم غير شي واحد يترزق، واش ما تقولش الكارديانات الضريبه والباراسول الضريبه والسيرورات الضريبه، ها ولدو الاطباء اللي ما تيبغوش ياخذوا التشيك الضريبه، علاش؟ احقا نبداو لهم واش من ضريبه سي مخطوخ، وانتم المحامين بكركم ما تاخذوش تشيك تبغوا الكاش، انتم المحامين براسكم، اه وي وي ايوا عندي لا بغيتي شي حاجه ديرها انت الدوله، يعني ايوا معليش شكرا، بعدا تعجبني في البرنامج مع هذوك العيالات.
واش هما مطلقات ولا مجوجين؟ وحده فيهم مطلقه جوج مرات، هذيك اللي دايره الكي اللي دايره بحال الدري كانت جوج مع فرنسا وهي دارت هذا وهذا 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 وتدعم الازياء وتعمل هذا مانيش ماشي تدخل بها ما نعطيوش يعني ما نعطيوش البيبسي مانيا. هذاك اسمه ذاك رمضان ياك صلع هذاك واش هو صلع ولا قرع مانيش بحال بحال هذاك رمضان تيعطيها هو تيعطي ديك ايزي كويشن تيعطيها لك الوزير هو تيجاوب جبتيه والوزير الوزير انا بعدا نقول فيه حاجه مزيان تيعرف كيفاش يجاوب تعرف كيفاش يكوندكتي الانترفيو فهمتي ولكن لان هو الاخر متفقين على الاسئله ما قالش لي ها السي مزازي فين هما دوك المدارس المسيطين مزازيه فين هما المدارس اللي بعتي فين هما اش وقع لهم اش وقع فيها واش هو هاد الهمجيه ديال الجامعات بالفلوس والمدارس بالفلوس وتنجحوا 99 واحد نجح او كيفاش ينجحوا واه دابا غير خلي دي خلص فلوس واش 99% تنجح ايوا شوف شوف هما هما انا صوتوا عليا الناس ب 99.99 اللي كانت الشفهيه وكان كلشي هنا ملي صوتوا عليا في الانتخابات ماشي انتخابات ديال الدوله ديال لا انتخابات ديال تاع المعهد باش ترشحت هو كان عندنا واحد محايد مروكي راسو هو اللي حسب هذاك وكان الاخر هذاك المغربي اللي تيخدم على جيت ناعس هذاك حال عينو تيحسب مع ايوا ملي شافو لقاو لي 99.99 قال لي كيفاش درت قلت لهم هذا ملي كانوا الاعضاء سكرانين صوت عمرت لهم البيره شربوا هذا شربوا على الاخر اللي بغى بيره خف شي يدوز ليه يلوح الورقه الصفراء تقول الورقه الصفراء في الستينات ديال الافقير اللي كتب ورقه صفراء وكانوا الاتحادين دايرين الليموني الاتحاد الوطني والاخر دايرين الصفراء الصفراء وكان منهم الحاج بليوت الحاج بليوت بدل السبرديله الحاج بليوت باش ندوف بدل السبرديله وعلى الاخر جاو اللي بغى يقرقبوا عليه ويهرب لفرنسا مانيناش شي غير التاريخ نعطيكم التاريخ ديال الباك جراوند ديال هادشي ديال هادشي هذا بالي هذا السي رمضاني ما يجيبش شي غيست زعما كي نضيف اعطيه القاس اعطيه القاس الله يرحمه بك اعطيه القاس ولا شو اللي قد يخدم الحكومه هذاك شغل الله يعاونك اما باش يتخمق علينا حنا تقول لنا هذا وهذا وهذا ودرنا وما درنا واش هو الوزير تيقري بناته ولا ولادو فين تيقريهم تيقريهم لهيه بالفلوس تيقريهم في اوروبا ودير باسبور اوروبي عنده باسبور الى مرته وقيله صبر علينا ما عندناش ايوا هذا وقال لك بغى يهرب قال لك يترشح لنا ضرب الفيسات ايوا هذا وزير التعليم تعليم وقال لك حق الجامعات فيها دوك كاع دوك العمداء ديال الجامعه واش مالو هذوك الشانسلر شنو يقولوا لهم هذوك كلهم بالرشوه اما من العداله والتنميه ولا من الاحزاب تيشفروا كيما ما قالش لي على الفساد اللي كاين في الجامعات ايوا ماشي هذه الاسئله بغينا السي رمضان نقول لك السي البحر مالي كيفاش القضيه لا ماشي تبقى تقول لي هذا ولا ما هذا لا حنايا تنبغيو بحالكم نتايا وبحال هذاك التيجيني ولا التي جي في تنبغيو بحالكم كلكم مصلعين فهمتي زيدوا انتم ديروا حتى تجاوبوا ولكن ما تقولوش يدون ضربوا في ديك 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 الدقه هذا لا انت صاحبي وانا تنتلاقى انا وياك في اسم هذاك الواتساب ما واتساب الواتساب كي نقول الموج ما مشاش طب ودابا يقول لك طب دابا داروا لا حنا كي نقولوا طب بكري المش طب ودابا مع التكنولوجي يقول الواتساب فهمتي كيفاش القضيه فهذا هذا ما داك هو الانترفيو داز مزيان ولكن اللي ما تيعرفش ولكن حنا نعرفوا ما كاينش لي على المدارس اللي باعوا في العهد ديال حنا ما نتكلموش على اللي باعوا العداله والتنميه ملي كانوا هذوك لا عاوني الله يرحم باك مابقاش تضحكوا علينا وفين تمشي قال حق ما عندناش فلوس ايوا ما عندكش فلوس ايوا انت تتبع المدارس تتبيع الخصاص فهمتي لا واحد قال لي اسمو داك الفقيه الساحي قال لهم تيحيدوا الكلاوي في المصحات العمومية لا المصحات الخاصة تكلمت مع نصحو هذاك اسمو الفقيه الساحي ودي محلو ديما الساحي قال لهم يحيدوا لهم الكلاوي في المصحات العمومية لا في المصحات الخاصة أما العمومية تيحيدوا لهم الروح تقتلهم لكن السكيورتي في الباب والو دخلت تقتلوك تيخرجوك من الباب الآخر خامس على الفريجيدرات المورغ ما فيهاش والو طافين الضو ولا ما عندهمش هذوك لي فريكو خاسرين تيخشوك تما وتيحطو معاك برا ديال لاكلاص
عطاك كريستوف مول الخيل اللي كان تيبيع على كلاص المغرب كري، داك الصندوقه ديال عامر بلا كلاص، وداك اسمه واحد الكاتشوف كان يصوب بالخيل، كريستوف كريستوف تعقلوا له، اكيد ما تعقلوش له، اكيد باقي ما تزدتو ولا باقي في العروبيه، كتبيع على كلاص الجزيره، تيجيب الكراسه ديالو تيهول ليه واحد جوج برات طق 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 ديال الحلم له، تيعمل له ما كانش الضو، الضو غالي، ما كانش يقول الفريش ديالي بحال دابا بالضو. معليش انا نعطيك واش شويه ديال التاريخ باش تبقى، واش ما تقولش انا راني عروبي، يعني انت تبان لي انا عروبي، دوك العروبي ديال ميامي، دوك الهسبانيو، دوك اللي تصاحب مع منى تصاحب مع دوك الصبليون يصبغوا لها الدار، تجي معليش في كنا عند منى، مسكينه منى دابا مشاو لها صحابها، قالت الفات دابا كل مره دير لنا ديك بامبي من بامبي، مشاو ليها كلشي صحابها، اما مشاو فاكونس ولا دخلوا الارض الوطن، ايوا ايوا دابا دوك بالي فرونسي دابا تقودات عليهم، ملي غادي فرنسا قالت لهم تعملوا التيست قبل ما ترجعوا، خصو يعملوا التيست وبين يلحقوا الفرنسي يمشوا الكارونتين، قالت لهم فرنسا اليوم احنا قلت احنا درنا لهم بحال هكاك، هما دارو لنا بحال هكا، ودابا تلقى الدعايه قال لك داك اسمه ماكرون وقيل عنده ديك الشركه فيها عنده فيها اسمه دي زاكسيون ديال فايزا، ماشي شركه بحال شي شركه ديال البراوه ديك الجلبه، هذاك ماكرون شتي بقى كلشي شفار، نقول لكم انا ويلي هما الاوروبيين فيهم تخويض عاد قول لي انت المغاربه، ما تيخش بهم، ما حلم حد ما حنا داكشي اللي بغينا حنايا، بغيناهم يخونوا وحبينا باش حنا نبقاو ديما نتكلموا، ندير الماء زعما ما نتكلموا، هذا ذا برين ويل ستوب، وغادي يولي فينا هذاك الزهايمر، اللهم بحال عندنا فين نشدوا، بحال هكا ديال في الطوبيس، عارفين الطوبيس غادي يوقف، تمشي ولا تجي وتطيح، خصك ديما تكون شاجع، دابا داكشي حنا خصنا هادو الحمير، هادو هما حمير. قال لهم مول الكاسيدا داك الله يذكره بخير، قال لهم نتوما حمير، هادو البرلمانيين، شوف ناقص 7% ريد سمول برنت، ريد سمول برنت، انا ديما نقولوها انا لا اعمم، فهمتي اي حاجه قلتها حيد منها 7%، الا تكلمت عليك انت بوحدك حيد 7%، حيد دير بيه ما هياش، فاش كنا هنايا عاوتاني تيبان لي هذاك اسمه هذاك مول الكاميو، تيبان لي في سباته، واحد عربي ما تعرفش فيه ولد المدينه ولا ولد مرسيل طبعا، شنو واحد هو كبر تما، لان كان ساكن في سفاس ولا ما عرف فين، داك الشيء ديال التكستيل، بعدا ولاك ولدو لابس الحطه، ايوا دابا هذاك الدري والي خصو يقول باه يبدل داك التريكو تو يتزيز بركه من جميع الفلوس. ويلي لابس الكاميو ذاك التريكو اللي تلبسو في الكاميو لابسو في السباته، عيقت يا سي العضراوي، فين هما الفلوس؟ تكسر معاك تكسر سير واش شي من تما تقدا لك شي حاجه تما، ولا قول الوالد يختار لك شي قميجه، والله الا الوالد مزيز ولكن بقى له مو هي اللي كاسيه، تعرف الدوق لا ولا العضراوي يعطيه ديك التيشيرت ديال اليانكيز فيها هذيك اسمو هذوك الليكرز، معليش علاش نتكلموا على الميريكان، هذوك الميريكان الدراري الميريكان غابرين، قلت لمنى منى شاديش منى في لاس فيغاس وهذوك الاخرين في نيويورك ما عرفتش، ايوا هادشي اللي كاين ما عرفناش وقع لهم، تا من السعدون تنقلب عليهم في البحر، تنقلب عليه في البحر ديال اسمو ديك المدينه سلا، تنقلب عليه في البحر ما بانش لي والو، ما عرفينا هو هاك سعدون، ياك ما في سوق تبيع الحواله، والله ما عرفت، والله يغبر عليا سعدون مسكين، الله يكون بخير وصافي. فلهذا انا غادي نكمل البيره ديالي وغادي نسوس، ما بقاش الهضره، نبقى نتكلم على الخاوي، نبقى ديما نتكلم على الخاوي، وما نقولوا والو، انت هو الاخر راك تكذب علينا، هذاك اللي بير اللي تكذب علينا، العضراوي راه في اسمه ديك اسمه المدينه هذيك سباته 04، ايوا العضراوي سير ديك الجرده وشوف كيفاش ولات، سير واعمل عليها فيلم. ايوا انت غتمشي تطلع لطنجه غدا، ايوا ملي تمشي لطنجه تلاقى لينا مع الدكتور العسكري. تلاقى مع الدكتور العسكري ودير معاه واحد الانترفيو، مدي مع انت ويا مدي انت هو راه بحالك، مدي انت هو راه باغي ترشح الانتخابات، في كنا في طنجة العالية، دابا نشوف واش قالوا عباد الله، نشوف واش قالوا عباد الله،
تبان لي واحد الشباب تيتكلم على وجده، قال لك هذا المشكل. والمشكل هو سهل، علاش تبنوا الجوامع؟ كاين تحلوا لهم البيران، الناس ما عندهاش ما تشري الشراب، ما عندهمش البيران في غادي يشربوا، والبيران هو ثاني مسدودين، لا عندكم شي بطل مسدود، بعدين بغا يمشيو للمارشي نوار ولا يمشيو لكش. هذا هو السبب. وزيد على السلطه المحليه، السلطه المحليه بقى يعطيو في الرخص 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 ديال المساجد ونساو البيران. هذه وجده المشكل ديالها ساهل، حلوا البيران وحلوا الحوانت ديال تيبيعوا الشراب وصافي. ونقصوا من الثمن، ايوا ديك الساعه الناس ما يمشيوش يشريو داك الشراب المسموم. ايوا حقا نقريهم، ما عليك ما تقري، لا ما تقريهم قريهم في الجامع، في الجامع ما تقريهمش. الجامع تيقول لهم الدين، تيقول لهم بان حنا كفار، وحنا ماشي كفار، حنا غير حنا هما المسلمين الغير المنافقين، وانتوما هما المسلمين المنافقين. هذا واحد نشوف الجمعويين وك الشباب ديال تيتكلموا على داك الكارثه اللي وقعت بوجده. الكارثه سهله اخويا، واش نتوما قهرتهم بالجوامع؟ كاين لا بيران لا ديسكو لا شي حفره يمشي يقصر معناهم. وزيدوا جيتوا في الصحراء، جيتوا بخلا منكم ديك الدوله، هذيك اسمها ديك الدوله، ديك الدوله اللي كانوا شادين فرنسا، هذيك ما عرفت واش دوله ماشي دوله، والله ما عرفنا. هذوك الجزائر قال لك هما اقدم دوله في العالم، واش من اقدم واحد القوي مالناش نمشي بحال هنا نمشيو نلقاو. خلينا نشوف على الاخوان الناس اللي تكتبوا، الناس اللي تكذبوا ماشي تكذبوا، تكتبوا وتكذبوا عليا بجوج مانياش، ولكن انا نيه، انا نيه عندي، نيتي ديما تخرج فيهم انت. فينك نو ها ايوا شي اللي كيما كاين والو منين ما عرفتش نتو اولا نمشي بحاليا، ما كاين بغينا نشوفو الدراري فينا هما، ما لقيناهمش بلاتي هما نشوفو هنا. تحية عبد الرزاق، هذاك الفيديو سيتو لي عبد الرزاق شتو، شتو لي ديال بوانو الناس هاجمين عليه، وعادي المختار هذا تيتكلمو على الكول سنتر في مراكش، حاقرين عليهم حاقرين عليهم كدا، تكلمنا على الكول سنتر في الدار البيضاء حاقرين عليهم. واش ندير لهم اخويا هنايا؟ الدولة هي هذيك. شوف الإخوان ما نقدرش نجبد لكم بسمياتكم، لأن على ما قال لي اسمو المروكي نجبد لكم بسمياتكم تمشوا على المخابرات، اللهم خليو سمياتكم ندير مرة مرة نقول واحد ندي ما نجبدش، ما نجبدش نجبد سمياتكم. وتحية لي لكم من هذا المنبر وعواش المباركة، والله الله يخرج دواتكم ما نقول، والله يخرج حواليكم على خير. ودوك الناس اللي تعداو الحيوان نعلت الله عليكم، واش لا جادين الحولي معلقينو بكرونو مطلعينو تل طروازيام طاج ومدخلينو واحد الشرب دير بحاكا تيدفعو فيه، ما تيدفعو فيه باش دخلوه مسكين الحولي طروازي طاج هو معلق، كانو الناس غيطيحو، كان الله يلعن الناس كانو غيطيحو بالله تيريسكيو. علاش؟ لأن الجيران ديالهم ما متفقينش معاهم، لأن الجيران لا بيطلع في الدوش خصك تدخل البيت البيت ديال الصالون، هو الناس مريحين في الصالون ناعسين ولا تينكحو، ولا نخليو حولي باش طلعو دوزيام إيطاج، من دوزيام إيطاج تروازيام إيطاج، من تروازيام طلعو للسطح. أنا هادوك الديور مبنيين قدام دي دروج ديزين على الدار، بحال البروميي إيطاج ديزين فيه دروج، دوزيام إيطاج ديزين فيه دروج، إيوا مكاينش. علاش؟ باش مينقصوش من البيوت. فلهذا مدي اخوان ورك وعاود لك راك مدي اليوم الاحد غدا الاثنين ياك
غدا الاثنين راه قلت لكم بوريس، و بوريس الوزير الاول ووزير الماليه راهم في كارونتين، ما يخرجوا ما يدرجوا، لان هذاك الباكستاني وزير الصحه اكسلع، هذا هو صلع لصق فيهم كوفيد، تا هو راه في دارو، تا هو في دارو تعمل كارونتين. ها واش تي كانوا هادو، كان هاد الوزير ووزير الملك راهم يمشيو يجيها ويعملوا الاكزامشن. قالوا لا 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 لا، القانون تيطبق على كلشي، بحالنا بحالكم. يوم يغيروا النظر ديالهم، الاخر في الدار اللي تكنت حدايا تما شاد عامل كارونتين، والاخر الهندي راه مع عيلتو في صوت هون تياكل كاري. معليش ايوا شتي ايوا شي خطر. وكحنا في المغرب، انا قلت لكم المغرب غيتسد، غير تاكلوا بولفاف صافي غيسدوا عليكم الكورونا، غادي تنتشر. هذيك العذراء واش تدير الماسك حل معيق، امشي عند واحد المول تبيع الريحه في سبته، وداك ولدو تيضحك مسكين، الله يحفظه مسكين. وكيلا ديك القبيله جا عندنا زوينه، وكان عندي بحالها يتصيفط لي شي وحده قدي، يتصيفط لي فلوس باي بال. ها شي تقوى مش صيفين، ما رخلع من عند زاره، شفت من عند زاره منين مشينا تعشينا ديك النهار، مشيت ثلاثة تقوى مش تبيعو من خاص. نقول لكم الثمن شحال، والله نقول لكم بالله 16 بون القميجة من عند زارة، والله من عند زارة. شتي خصك تعرف كيفاش تشري، ماشي تقول لي انا كانوا عاملين سيل، دخلنا تما طاف طاف طاف، المرأة سبيسياليست تعرف داكشي ديال، قالت لي يلاه زيد هما. وانا قلت لها تشريو مني ولا نشريو مني، قالت لي انا نخلصهم، خلصتهم بلاكارت ديالي، خرجوا من لاكارت. حتى عندنا ديك تقول لهم بالانجليزيه جوينت، صحابي تخلص من جيبها، ما هي معليش تجيب عندها غير كارطه نخلصهم. الله يعاون 48 بون ما كملش ثلاث خوامش. اش تير خلاه اش تير، ما بقاش في هذا بقات في الدوق التيس. باكي تصد عليك رايح تقود ندي باك يو اللي بقى. Your last order at the bar, please. يلا شرب قود وطاك يتصدوا عليك كاري. واش جينا تحكوا عليا بني تنتقل خياك، الله ما عارفين باش واحد طاليا مسكين طاليا ساكن حدايا انا، اسمه كلوديو، مات مسكين 69 عام في عمره، الله يعمر هذا المسكين. واحد انا مجموعة واحد الانجليزيه، ولادو كي تيقرب على ولادي، هايلي والاخر اسمه ستيف، مات مسكين السيمانة، مات مسكين داك المرض الخايب بيك سي. ودابا العائلة ديالو ميقدروش يجيو، لأن في طاليان خوتو ميقدروش يجيو، ماشي هادشي ميقدروش. مات مسكين في اللخر تاع الدم. الله يرحمو مسكين. درايف الله يرحمو درايف، غير تيضحك كلوديو غير تيضحك. وكنمشي مات مسكين ملي كنت نخدم في لندن، كان تيوصلني من هنايا، كنت ندور معاه مع 6 ديال الصباح تيهزني، لأن هو ساكن هنا وأنا ساكن هنايا. مسكين مات، الله يرحمو، الله يستر عليه، الله يوصلو للجنة. كاين الجنة ديال الطاليان ياك، لا ميدخلوش لك في قبل صالحك، في قبل صالحك يمشيو للجهنم ديال المغرب. تحية اسمو شكون نتوما؟ بارلا إيطاليانو، راح تقاولو، مدي يلاه زيد، جمع كراك. واحد قال لي خليك أستابلي في ديك دولة صغيرة، واش من دولة صغيرة؟ دولة صغيرة فيها التقاعد، فيها الشوماج، فيها كلشي. دولة شوف حنا دولة كبيرة، اش درنا؟ اش قضينا؟ قضينا والو اشتي؟ ايوا انت بحالكم انتوما، خلي عليك استابليفت، استابليفت قادة بشغولها، متجيش تجوز العوازة، كاين يقطعوا لهم يديهم، مانيناش، فين فيك انا؟ ladies and gentlemen finish your drink and piss off please. الله العالي، احنا الحكم دوزنا معكم 35 دقيقة ما قلنا فيها والو، ما استفدتو ما استفدنا. ايوا لكن مع العيب باش تستفد اروح تقوج، ندي هنا هنايا ما كاينش استفاده، انت ما استفدتي حتى في التعليم في القرايه في المغرب، ما قراكش ما فهمتي والو، تجي عندي هنايا وتقول لي بغينا نفهمو بين هذا وهذا، اروح تقوج بعد مني الله يرحم باك. فيك ما تجي تضرب معايا الطاسه مرحبا بك، ما فيكش روح تقوج، بقى تقول لي هذا ولا هذا. قال لي واحد 10 قرا الفاتحه، واش 10 قرا الفاتحه؟ أنا المطالعة وما حفظتهاش، عاد بغيت نبقى لي الفاتحة، الفاتحة هذا قراها هكا، الفاتحة هنا نقول قلت فاتحة وتخرج لي فاتحة، ماشي فاتحة هذيك الدرية مسكينة هذيك
هذيك من الضرب لا مسكين، هذيك مسكين راجل واش باقا حيه فتيحه، الدريه تسقسي واش فتيحه باقا سا المره الاخيره تلاقيت معاه في ميدافيل معلاش تحيه الفتيحه اللي باقا حيه اه وبالي هذا اه اه يا لك اه يا خالي حصلتي في المغرب اه يسدو عليك الله يسدو عليك وغادي يدوك تخليه فرنسا يدوك دو الموتور يدوك الكارونتين اه ما كاين لا بالي فرونسي لا جي سوي فرونسي والو اه اخوان الله يطول لينا عمركم وما تنساوش تورك وعاود كرك ابوني سبسكرايب شاركو فريقو بارطاجي اعمل لايك واعمل ديسلايك واعمل ديك ام ايوا بغينا نشوفو الاخوان ديال المونا فين غبرتو غادي ندير لكم ديك مختفون غندير ولا ندير لكم ديك قرعه الحليب نسقو لكم تصواتكم في الميريكان الا كان شي واحد فعل بحال دابا تحفه نديرو في قرعه الحليب نقول لهم راه تحفه غابر ويديروا لك تصويت في قرعه الحليب ويبدا يفرقوا على الديور اللي شافوا يقول يعيط التليفون داكشي غادي نديرو اليانكي ومونا نولو وفنونو وبوشرا نينا اكسبريس وداك موس بوس وداك بلاكي غندير لهم تصاور في قرعه الحليب ويبدا يفرقوا على عباد الله اللي عارف هاد الماركه يقول قال لي واحد ماشي الشباب ماشي الشباب البرنوسي ما عرفتش قال لي شي اتحاد حنا قلت لهم الشباب البرنوسي ولا ما عرفتش قال لي اتحاد البرنوسي بحال 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 تحية للفرقة ديال البرنوسي اه كاينه فرقة واحدة اش بقات تقول لي هادي ولا ما هادي ما فهمتيش على الكرك الله دير تقرع عليك ما واكل 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 الغلمي واكل الغلمي داك الشيف عطاني داك كاري دانيون مع لي بومب صوتي ومع لي زاريكو ديز ريكوفير صوتي اكلت مزيان الحمد لله خميسه خميسه عليكم.